السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل صينية مكرونة بالفراخ بالبشاميل، بس تحفة وطعمها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال. هنسمي بالله ونشوف معانا الطريقة. معايا هنا مية على النار بتغلي عشان هنسلق فيها المكرونة. حطيت كيس مكرونة وهقلبه كده عشان ما يلزقش في الحلة. وهزود عليه ملح وحبة زيت وهسلقها نص سوا، انا مش عايزة سوا كامل. وبعد كده ما تخلص معايا هطلعها واصفيها واركنها على جنب. هنعمل هنا الحشوة. طاسة على النار وفيها حبة زيت، وهنزل بربع كيلو فراخ كده مفرومة هشوحها، هقلب فيها كده عشان ما تبقاش كتلة واحدة، لازم افتتها كده بالمعلقة لما تبقى بالشكل ده. بعد كده حطيت بصلة كبيرة، بس الكاميرا كانت مقفولة. هوسع كده شوية وحط معلقة ثوم صغيرة، هشوح فيها بقى عشان انا مش عايزة تنزل المية بتاعتها. هضيف عليها فلفل اخضر، رومي، الوان، حار، زي ما انت عايزة، وده قرن فلفل احمر صغير كده، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه كمون، وتوم بودره، وبصل بودره، وبابريكا، واظبط الملح بتاعها. عايزه تضيفي جزر، عايزه تضيفي اي حاجه تانية انا مش حطاها، حطي اللي انت عايزاه. عايزه تشيلي توابل، عايزه تحطي توابل براحتك خالص. هستنى بقى شويه لحد ما الخضار يدبل والفراخ تستوي. هنا خلاص كله استوى، هشيلها واركنها على جنب. هنعمل البشاميل بقى. هنحط معلقتين زبدة ومعاهم معلقتين دقيق، هقلبهم مع بعض. حسيت ان المادة الدهنية قليلة حطيت معلقة زيت وهقلبهم كده مع بعض. انا عايزة طعم الدقيق الني بس يخرج منه، مش عايزة ياخد لون. هنزل باللبن بقى واحدة واحدة، كل ما اللبن يتشرب كده هزود تاني، مش هحطه كله مرة واحدة بالطريقة دي، كده مش هيكلكع معاكي ابدا. يعني هفضل ازود في لبن وهقلب لحد ما يتشرب وازود تاني. حطيت معلقة فلفل اسود ومكعبين من مرقة الدجاج، وهظبط الملح بتاعه. هنا انا عمالة ازود في اللبن، يعني كل ما يغلي بيتقل اكتر. وعملت هنا رشة من جوز الطيب، جوز الطيب بتودي البشاميل في حتة تانية خالص. الطبق اللي هنحطه في الفرن دهنته دهنة بسيطة من الزبدة والزيت، وحطيت بشاميل في قعر الطبق. بعد كده حطيت المكرونة وحطيت كم معلقة كده من البشاميل على الوش. بعد كده هحط الحشوة وحط عليها برضو معلقة كبيرة من البشاميل، وعندي هنا جبنة موتزاريلا. هحط بقية المكرونة وعليها بقية البشاميل. الفرن بتاعي سخن، هدخل المكرونة، مش هحط جبنة الموتزاريلا دلوقتي، بعد ربع ساعة هحطها من على الوش واسيبها بقى لما تتحمر، وهتطلع بالطريقة دي. حلو قوي، يا رب تجربوها وتعجبكم. انا رانيا كشك ودي قناتي. يا ريت تشتركي في القناة لسه ما اشتركتيش، وتفعلي جرس الإشعارات عشان يوصلك أي فيديو جديد أنزله، وتعملي لايك لو الفيديو عجبك. مع السلامة.